السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. اليوم سوف نتحدث عن أهمية أحد المعادن التي في الجسم التي لها أهمية كبيرة لمناعة الجسم ولشفاء الجروح وأيضا عدم الإصابة بالأمراض الجلدية وغيرها من الفوائد العظيمة لهذا النوع من المعادن. طبعا الذي سنتكلم عليها اليوم هو معدن الزنك. يعتبر معدن الزنك من أهم المعادن للجسم، حيث أن الزنك يساعد على التئام الجروح، يساعد في عملية النمو والبلوغ، يعالج الالتهابات الجلدية، مفيد لمرضى البواسير، يقوي المناعة وينظم إنتاج هرمونات الجسم، مفيد للشعر والبشرة، يرفع من عملية التمثيل الغذائي. ما هي أهم أعراض نقص الزنك؟ أهم أعراض نقص الزنك هي التالي: أولا فقدان براعة من التذوق التي بالفم وفقدان الشهية، ثانيا الأمراض الجلدية، تساقط الشعر، التهابات الفم واللثة، التهاب الجفون وتكسر الأظافر، أيضا قصر القامة خصوصا لدى الأطفال وعدم اكتمال النمو. ما هي مصادر معدن الزنك؟ أولا اللحوم الحمراء خصوصا لحوم الأبقار، وكذلك أيضا لحوم الدجاج، المحار والسلمون، البيض، الحليب، جنين القمح، أي أن الدقيق الأبيض لا يوجد فيه لأنه منزوع الجنين، بذور الكاكاو، الفول السوداني والفول والعدس، وأخيرا يتواجد الزنك في المكسرات. هذا بالأخير، أتمنى لنا ولكم دوام الصحة والعافية ولكم جزيل الشكر. مشاهدينا الكرام، اشتركوا بقناة بابا، فعلوا الجرس، فعلوا لايك، ويصلكم بكل جديد.